يؤدي إلى أرضية الميدان. ماذا حدث بالفعل؟ نعم بالفعل زميلي خالد ياسين، لكن قبل ذلك سأعود هذا الموضوع المهم في مع بداية الشوط الثاني. الأهم الآن ربما الفرحة الرجوية مع سند الورفلي. لاعب ليبي يتألق يفوز بهذا اللقب، مبروك لك، مبروك لليبيا، مبروك للرجاء الرياضي. أكيد الفوز بهذا اللقب لم يكن سهل، والحمد لله جاء بهذه المعاناة وهذا النتيجة هنا فيه. أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كله من فضل الله علينا وعلينا خاصة. نحب نشكر أول حاجة أهلي وأسرتي، لي أمي وأبوي اللي ديما كانوا مسانديني، ونحب نشكر جمهور الرجاء، نحب نشكر جمهور الأهلي خاصة وليبيا كل عامة والمغرب كل عام. ما نقدرش نوصف لك الفرحة اللي أنا فيها والشيء اللي أنا فيه. طبعا لي شرف أني نكون تاني واحد بعد الموهبة طارق التايب. الحمد لله شرف لي أني شرف الكرة الليبية. تعبنا باش وصلنا للهدف هذا، وكان ماتش صعب كيف ما تشبح فيه، كانت مباراة صعبة، بس الحمد لله بعزيمة الرجال أدينا الإعلان وكنا أدوا أحسن منك، بس الحمد لله الظروف ما حكمتناش، بس أهم حاجة هو هزينا الكوب الحمد لله. أكيد المرحلة وكل المشوار كان صعب بالنسبة لكم، لكن هل تعتقد أن النهائي كان المرحلة الأصعب في هذا المشوار الإفريقي؟ أكيد حيكون أصعب، أنت تعرف أنت مش سهل أنك تفوز بفينال، وإحنا كنا عارفين أن إحنا عندنا تشانس أن رابحين في أرضنا 3-0، بس جينا هنا ولكن احنا ما ربحناش، كنا داخلين مش مركزين، كنا نمركو، كنا نسجلوا في الشوط الاول اكثر من هدف، بس الحمد لله حتى الهدف اللي دخل هو اللي سهل علينا المباراه، وكانوا هم في الشوط الثاني في النهايه كنا شويه تعبنا من ارضيه الملعب، بس الحمد لله ربي وفقنا ونستاهل الشيء هذا، ونحب نشكر كل من سندنا ونحب نشكر اللاعبين كلهم الحمد لله، وشرف لي هذا. شكرا لك سند، بالتوفيق لك، بالتوفيق. اعود ربما زميلي خالد ياسين لهذه النقطه المهمه في النفق. تم اخراج المعدل البدني لفريق الرجاء رافائيل بالعنف من جانب الأمن، وهو المخول له بالتواجد في دكة البدلاء، وبالتالي رفض الرجاء خوض الشوط الثاني دون المعدل البدني، وتم إعادة المعدل البدني، وكذلك عاد الرجاء ولعب الشوط الثاني. إذن كانت المشاكل الأمنية كبيرة جدا وبالجملة، واعتداءات كانت عنيفة من جانب الأمن على البعثة الرجوية، على المكتب المسير، على رئيس النادي، على البعثة الإعلامية، وبالتالي أكيد نتمنى أن تعود البعثة المغربية إن شاء الله آمنة بتحقيق هذا اللقب الغالي، وأكيد رحلة الرجاء ستكون فجر الغد إن شاء الله صوب الدار البيضاء. طبعا ياسين، هل إدارة الرجاء أو كان هناك تقدم بطلب الاتحاد أو بشكوى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، هل كان هناك مندوب الاتحاد الأفريقي عين هذه الأحداث، هذه الاعتداءات على إدارة الرجاء واللاعبي وإدارة الإدارة الفنية أيضا؟ بالفعل كل الأطراف في الاتحاد الأفريقي كانت اليوم تشاهد بشكل واضح الاعتداءات الواضحة من جانب المسؤولي الأمن، من جانب كذلك عناصر فيتا كلوب والمكتب فيتا كلوب في حق البعثة الرجوية. كان هناك كذلك مسؤول السلامة أو السيفتي المانجر للاتحاد الأفريقي، وكذلك الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، وبالمناسبة هو من أوغندا، وكذلك سيكون هناك تقرير مفصل في هذا الموضوع، لأن هذه الأحداث انطلقت قبل يومين تقريبا، يوم الجمعة وتدريب الرجاء قبل يومين، وكذلك يوم السبت مع التدريب الرسمي، وبالتالي مشاكل كانت بالجملة، عراقيل بالجملة، محاولة كذلك للتأثير على نفسية اللاعبين وعلى البعثة المغربية بشكل كبير، والاعتداءات على الإعلاميين في الأمس. إذن كلها أمور كانت سيئة جدا، ليست بقيمة الكرة الإفريقية، وأكيد الكرة الإفريقية إن أرادت أن تتطور إلى بشكل كبير يجب أن تكون بعيدة عن مثل هذه الأساليب من جانب الأندية الإفريقية، خصوصا الأندية الإفريقية جنوب الصحراء. شكرا لك ياسين معراش، كنت معنا مباشرة من ملعب الشهداء في كينشاسا، حيث توج الرجاء البيضاوي بطلا لكأس الاتحاد الإفريقي. رغم تكالب هذه الظروف على الرجاء إلى أن استطاع أن يصمد، ميزة الفرق الكبيرة أنها تبرز شخصيتها في المواقف الحرجة، والرجاء عانى وتعرض للإحراج في الشوط الثاني ولكن لم يستسلم. وهذه ثقافة الأندية الكبيرة، أعتقد بأن الأجيال يتم تمريرها عبر الأجيال التي